أرجوك يا إنجي إهدي، أكيد طنط ما كانتش تقصد الكلام اللي هي قالته لك ده، ممكن تكون كانت متضايقة شوية. أنتِ ما شفتهاش كانت عاملة إزاي؟ وبعدين هي ليه رافضة أدهم؟ أنا لازم أعرف السبب. دي حياتي أنا اللي هتجوز، يعني إيه لأ وخلاص؟ طبعًا. بصي يا حبيبتي، أنتِ محدش هيقدر يجبرك على حاجة أنتِ مش عايزة تعمليها، بس نستنى كده شوية لما الأمور تهدى ونعرف طنط رافضة ليه. معلش يلا. ايه هتفضل مكلدم على طول ايديه ولا ايه؟ ما كل حاجة وليها حل، بس انت اصبر. اصبر؟ انت خابر يا سيف جدك واني خابره زين. ان شاء الله كل حاجة هتبقى زي ما انت عايز، يمكن احسن كمان، وبكرة تقول سيف قال. كان نفسي ابقى متفائل زيك كده يا سيف، بس مش عارف الناس دي بتعمل معايا كده ليه. لو ايه؟ جدك عاملها لي مفاجأة وراح يخطب لي سامية بنت عمك جابر. اه يا ابوي، العيلة دي انا حاسس انها بتكرهني قوي يا سيف. انا مش هرد عليك وهسيبك لحد ما تهدى، لانك خابر زين ان ابويا وجدك طول عمرهم بيعاملونا زي بعض، يمكن بيعاملوك احسن كمان. اهدى وربنا يهديك. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا اخوي. كلها شوية ونقول لك يا سيادة النائب. إلا قولي أخبار الأولاد إيه؟ أدهم وسيف. ولا الغفير سبعاوي قال لي اللي هما نزلوا الناتج النهاردة. أيوة صح، بس عاودوا فجأة، جم فجأة وعاودوا فجأة، ما لحقتش اقعد معاهم، بيقولوا عندهم شغل. وسيف يا سيدي بيكلمني في انه عايز يتجوز. الف مبروك، الف بركه. ومين دي اللي امها ضعيال هي؟ بيقول واحده من مصر، بس انا ما خبرش التفاصيل لسه، اصل يعني ما كانش في وقت للحديث. مصر. وادهم؟ ماله ادهم؟ مالك اتخذت كده ليه يا احمد؟ لا ما اتخذتش ولا حاجة، بس دماغي سرحت شوية. زمان دلوقتي في أخبار جديدة على الانتخابات. بإذن الله خير. يا ساتر. أيوه اجدي. لا ما عايزش حاجة. مع السلامة. مبروك يا أحمد. ولا أقول لك يا سيادة النائب؟ بتقول إيه؟ جابر صح الكلام ده؟ بقول لك يا رأفت، انا خلاص قررت ان انا اسيب الاوتيل ده. ما ينفعش يا حبيبتي، عاوزك تهدي وتفكري بشكل احسن من كده. وبعدين يا نهله، احنا وجودنا هنا مهم جدا، الولاد قدام عينينا، وانا مش عاوزك تعندي البنت علشان البنت ما تتصرفش من ورانا اي تصرف ما يرضيناش. وان كنت شايف يعني بمنتهى الصراحه كده ان احنا لازم نرجع القاهره عشان ننتهي من الكابوس ده خالص. لا بقول لك ايه، ما تعملش حسابي في حاجه خالص، انا مع الطلاق يا سيدي في اي حاجه. سافر انت، انا خلاص كلمت شريف وقلت له يجي يتصرف مع بنته. معقوله يا نهله؟ يعني انا بقول لك رايي ده علشان ده يكون ردك عليا؟ لا انت كده خلاص اعصابك بقت تعبانه، ما ينفعش معاك الكلام تاني خالص. انجي. ايوه يا مامي. كنتي فين لغايه دلوقتي؟ احنا كنا اصل يا طنط احنا كنا بلا طنط بلا مامي، انا بسالها هي.
كنتي فين؟ كنتي معايا مش كده؟ مامي من فضلك. بلا فضلي بلا زفت انت خليتي فيها من فضلك. بصي بقى حسك عينك تشوفي الولد ده تاني فاهمه؟ انا مش فاهمه انت رافضه ادهم ليه؟ وبعدين دي حياتي وانا حره فيها. صدقي لولا اللي انت بقيتي طول وعرض قدامي كان زماني لطشتك على دقيقتك. ما ينفعش كده يا نهله، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تنسيش ان احنا في مكان عام. وانت كمان ما ينفعش تعلي صوتك على مامتك بالطريقه دي. يلا نهله يلا خليكي معاها يا ميسة. شايفة يا ميسة؟ دي كانت هتضربني، دي عمرها ما مدت ايدها عليا. انتي مصدقاني دي مامي؟ انجي ارجوكي ما تعيطيش، بس برضه دي مهما كان مامتك هي بس تلاقيها متعصبة شوية وخلاص وهتهدى بعد كده. ارجوكي بقى ما تكبريش المسائل اكتر من كده. وهي مش كبيرة وتقولي لي هتتحل؟ مفيش حاجه هتتحل ابدا، مفيش حاجه هتتحل. رفضوا ليه يا ده؟ جدي عايز يجوزني سامية بنت عمي جابر. وانت ناوي تعمل ايه؟ وده سؤال برضك يا انجي، هرفض طبعا. واذا هم اصروا على رايهم؟ هاجي اطلب يدك واتجوزك. وتعصى اراده جدك؟ انا ممكن اعمل اي حاجه بس ما بعدش عنك. طيب والدك رايه ايه في الموضوع ده؟ هو ده بقى اللي مجنني. بوي رد فعله غريب، مبتسم ابتسامة عجيبة كده لجدي كأنه موافق، بس أنا عارف إن هو مش موافق على الكلام ده. طب ليه هو بيعمل كده؟ مش عارف يا إنجي، كأنه عايز يرضي جدي وخلاص. للدرجة دي بيعمل له حساب؟ أصل أنت ما تعرفيش مين هو جدي عبد الجليل. جدي عبد الجليل مفيش أي حد في النجع يقدر يكسر له كلمة. انت كده قلقتني قوي يا ادهم. انجي اوعي تقلقي، انا معاكي، اوعي تقلقي من اي حاجه، انا خلاص خدت قراري. هم لو معايا اهلا وسهلا، مش معايا خلاص هتجوز غصبا عن اي حد، واللي يحصل يحصل. القى عنديكم شاي ولا انزل اشرب في القهوه اللي تحت؟ ودي تاجي برضك. يا مرحب يا مرحب. كيفك يا سيف؟ الحمد لله على السلامه يا جدي. كيفك يا ولدي؟ تفضل. الحمد لله. خطوة عزيزة. يا مرحب يا مرحب. سريع خير؟ كان في مصلحة جاي تقضيها في الأقصر؟ لا جاي اطمن عليكم. أدهم وين أمال؟ موجود يا أدهم. أدهم جدك جه. جدي وأنا أقول الدار النور لي. مرحب بك يا جد. أهلا يا ولدي، كيفك؟ الحمد لله. ما تفهموني ايه الموضوع؟ يا الاقصر بعيدة عن جنة للدرجة دي ولا ايه؟ ولا انتم قاطعيننا؟ غصب عني يا جدي، انت خابر، شغلي ما فيهوش راحة واصل. ايه وادهم؟ طيب هقوم اعمل لكم الشاي. ها؟ سكت ليه يا ادهم؟ واخد على خطرك مني ولا ايه؟ وانا اقدر اخذ على خاطري منك برضه يا جدي، ده انا لا عشت ولا كنت. هي كل حكايه وما فيها انني جيت لك في موضوع لقيته بقى موضوع تاني خالص فاتفاجئت. شوف يا ولدي، انت خابر ان كبير العيله هو اللي شايل مسؤوليتها، مسؤول عن كل صغيره وكبيره. وانا عشت كل عمري احافظ على مصالح العيله ولم شملها، وهو ده اللي مخلي كلمتنا مسموعه والخلق يعملوا لها الف حساب. لما تاجي انت قصدك تهز كيان العيله، اغضب منك وافوقك ولا هم لك تشت عنينا؟ يا جدي كوني اني اجي لك واقول لك يعني رايد واحده وبنت بنت حلال وعايز اتجوزها، ده يهز كيان العيله في ايه بالظبط؟ الشاي عجبك كلام اخوك يا سيف؟ والله يا جدي انا ما خابر اقول ايه، كلامك صح وعلى عيني وكلامه بردك يعني. اسمعني انت وهو، تخبرين ان ارضي وارض اخويا ابو وهاب تعدي نص زمام النجع، يرضيكم
ان حد غريب يخش وسطينا وياخد شجر العمر كله في يوم وليله. مش يمكن الغريب ده يزودنا ما ينقصناش؟ اللي احنا ماشيين عليه من ايام جدي الكبير يا سيف هو الصح. طب يا جدي انتوا خدت راي ساميه، يمكن تكون هي كمان مش شايداني. لا من ناحيه دي اطمن، بنت قطه مغمضه، امها اما سالتها قالت موافقه وابوها خبرني. يا جدي انا عايز اتجوز. انا جيت لحد عندكم، لو ما قدرتوش ده يبقى ما فيش فايده فيكم. وجيتك على راسنا من فوق. هحدد ميعاد الخطوبه واقول لابوك يخبركم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت. شرفت يا جدي، مع الف سلامه. انا مش هتجوز ساميه دي، واللي يحصل يحصل. ساكت، لسه على السلم يسمعك. والله انا زعلانه منيه يا ماي، ازاي اجي ويمشي من غير ما اشوفه؟ معلش يا فرح يا بنتي، ما تزعليش من اخوكي. مالك يا ماي، في حاجه حصلت ولا ايه؟ في حكايه حصلت كده، بس فرح حسك عينك الكلام ده يطلع بره. خير يا ماي؟ اخوكي عايز يتجوز واحده من مصر، وجدك قال له على جوازته من ساميه بنت عمك جابر، ومن ساعتها لا هو على حامي ولا على بارد، خرج من الدار مش شايف قدامه. وي وبعدين يا ماي؟ ربنا يستر يا بنتي ويعديها على خير. كل ده بتجهزوا الشربات؟ الستات عاوزين يمشوا. حاضر يا بنتي، يلا يا فرح الشربات، همي يا بنتي يلا. حاضر يا ماي. يلا. هو ادهم ما جاش ليه؟ قصدي يعني ادهم وسيف ما جوش يباركوا لعم احمد بيه ليه؟ عندهم شغل يا بنتي. ده خبر حلو قوي، بس انت متاكد من شعورك ناحيه البنت دي؟ طبعا يا جدع، بعدين انا دلوقتي كبرت بشكل يعني خليني اقدر احكم على مشاعري بشكل صح. الله يعزك، انا خايف تكون انت بتحاول تهرب من تجربتك اللي فاتت مع انجي. بالعكس يا جد، انا لما فكرت في الموضوع كويس اكتشفت ان هي كان معاها حق وانا اللي غلط. حبي لانجي ده كان مجرد اعجاب، يمكن عشان اتربينا سوا. انا سعيد قوي بالكلام ده، وهتبقى سعيد اكتر ان شاء الله لما تقابل الانسان اللي انا بكلمك عنها. بني ادمه طيبه قوي ورقيقه وكفايه قوي انها فهمتني بسرعه. تشوقتني قوي ان اعرفها. هتعرفها وهتشوفها ان شاء الله، بس المهم النهارده انا عازمك عندنا على الغدا. لا لا لا، مش هينفع، احنا نبعد نجيب اي حاجه نفسك فيها. لا نفسك فيها ايه؟ ده وانا جايه جده شامم ريحه محشي في البيت من اللي قلبك يحبه مع عمايل ماما، فقلت المحشي ده مش هيبقى ليه طعم الا بوجودك معانا. اهو كله الا المحشي، وامك عارفه ان انا بعشق المحشي. على راي المثل المحشي يجب الدليفري. لا يا حبيبتي، الامور عمرها ما تتاخد بالشكل ده ابدا. وبعدين ما تنسيش بقى ان انجي بقت عروسه ومش صغيره. ايه؟ لا كل ما في الموضوع ان هي عنيده ودماغها ناشفه طالعالك يعني. عشان خاطري مش عايزاكي تشدي معاها ابدا، لانك لو شديتي ممكن النتيجه تيجي عكسيه. المهم يا حبيبتي طمنيني، شريف وصل ولا لسه؟ ماشي يا حبيبتي، بالسلامه ان شاء الله. بقول لك بيطمنيني اول باول. في امان الله يا حبيبتي، مع السلامه. اهلا اهلا يا عم. اهلا يا حبيبتي. شرف. الله يشرف مقدارك. بعدين ايه الغيبه دي كلها يا عم؟ يعني سلوى، انا فعلا حاسس اني عجزت. ليه بتقول كده يا عم؟ طب ده انت لسه حتى شباب، ربنا يطول في عمرك ويخليك لينا. يعني في حاجات بتحصل انا ما اعرفهاش، او يمكن انتوا مش عاوزين اعرفها. لا خالص يا عمي، مفيش اي حاجه اصلا عشان نخبيها على حضرتك. طب ممكن تفسري لي سبب سفر نهله ايه؟ مفيش اي حاجه، رايحه تغير جو. تغير جو؟
واللي عاوز يغير جو في الصيف يروح الأقصر. طب نفرض ان هي سافرت مع ميسة، انت ما سافرتيش ليه؟ بعد كده رأفت سافر وشريف حصلهم. يا عم الحكاية كلها، الحكاية كلها انا مش عايز اعرفها مدام انتوا مش عايزين اعرفها. بس يا سلوى، في سؤال مهم عاوز اسأله. سؤال ايه يا عم؟ يعني يا سلوى الموضوع فيه مشكلة كبيرة. ولا فيه مشكلة كبيرة ولا فيه اي حاجة. ريحتيني يا بنتي، الله يريح قلبك. عمي طب انا اقوم حضر لحضرتك الغدا. لا 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 لا، انا هقوم اطلع ارتاح شوية، اصل هيثم لما وصلني قال استناني يا جدو نتغدى كلنا مع بعض. اللي تشوفه يا عمي اتفضل. بعد اذنك. مساء الخير يا مدام نهله. مساء النور. انا ادهم الغريب اللي كنت في الاوتيل. ايوه فاكراك. خير؟ الحقيقه انا كنت عايز اخد رايك في حاجه كده. يعني ايه الموضوع؟ الحقيقه كنت عايز اطلب يد انجي بنتي. انا عارف يعني الموضوع ده ما ينفعش افتحه معاك انت وافتحه مع الاستاذ شريف، بس كنت عايز اخد رايك لحد ما استاذ شريف يجي واكلم. انا اسفه مش موافقه. ليه مش موافقه؟ ليه؟ احب احتفظ بالاسباب دي لنفسي. بس ثاني من حاجة اعرف الاسباب دي، هو الاعتراض على شخص ثاني ولا ايه؟ لا امال في ايه؟ صدقيني انا بحب انجي وانجي بتحبني، وهحطها في عينيها التنين من جوه. استاذ ادهم لو سمحت مفيش داعي نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، انا مش موافقه. من فضلك يا استاذه نهله فكر في الموضوع ده مره تانية، كده هتكسري قلبين احنا الاثنين، قلب انجي وقلب اني، وانا والله العظيم هحطها في عينيها التنين زي ما قلت لك. عشان خاطري اعتبر الموضوع ده منتهي، وده رأي نهائي وما نتكلمش فيه تاني. حاضر، بعد إذنك. أستاذ أدهم. أفندم. لو أنت حقيقي بتحب إنجي، يبقى من فضلك مفيش داعي تقعدوا تتكلموا مع بعض ولا تشوفوا بعض، على الأقل لغاية ما نروح مصر. حاضر، بس ما وعدكيش. بعد إذنك. ألو. أيوة شريف، أنت فين؟ في ريسبشن؟ ده أنت جيت في وقتك، أنا جاية لك على طول. باي باي. يعني مر وقت طويل يا عمدة وما ردتش علينا بخصوص الأرض. ظهر إن العمدة مش عاجبه السعر اللي عرضناه. إيه يا عمدة سيبنا بنتكلم كده يعني وما تردش علينا؟ إذا كان السعر مش عاجبك فعلاً ممكن نتفاوض فيه. يظهر الأرض عاجباكم يا بهوات. الحقيقة يا عمدة الأرض دي أنسب مكان للمشروع اللي احنا بنفكر فيه. زين، يبقى كلامنا وحادتنا هنقوله من أول وجديد. واحنا تحت أمرك يا عمدة. طلباتك يا عمدة. ارموا بياضكم يا بهوات. نقول 10%؟ نقول 20%؟ 50% وده آخر كلام. قلت ايه يا عمدة؟ موافق؟ لا مش موافق يا بهوات. يعني ايه يا عمدة؟ يعني ما عندناش ارض للبيع. اسمع يا عمدة. يا غفير! تعملين يا عمدة؟ وصلوا البهوات للعربية وحد من عندينا يمشي وراهم لحد ما يخرجوا من زمام البلد بالسلامة. ده اخر كلام عندك يا عمدة؟ تفضلوا بحوات. يلا بينا. أنا قلت لا يعني لا. عشان خاطري بقى يا أما، عشان خاطري. أنت طلوعك بقى كتير اليومين دول، وأبوكي لو علم حيطايم عيشتنا. أوعد قولي له يا أما، أوعد قولي له. أنا مش هنقول له. بس على وين العزم بقى إن شاء الله؟ انت نسيتي ولا ايه؟ مش قلت لك ان الصبح هروح ازور دار اخويا محروس؟ يا بنت اطلعي من دور. دار اخوكي محروس؟ ولا فرح مرات اخوكي واخت الغالي؟ يوه يما، ما انت راسي على كل حاجه، همليني عشان ما اتاخرش، ما عاوزاش حاجه؟ ربنا يسعدك يا بنتي، وسلمي على اخوكي ومرته. حاضر يما، فوتك بعافيه.
الله يعافيكي، بس ما تعوجيش لابوكي طين عشيتنا. حاضر يما. سهام بيتي يا سهام. ايه يا سيدي، بنادم عليك من الصبح ما بتردش ليه؟ مالك واجي في كده؟ ما عندكش شغل النهارده؟ مش رايح النهارده يا سيف. اوه بعدها لك يا دهب، مش عاوزك تستسلم للحاله اللي انت فيها دي يا اخي. لازم تعيش حياتك وبشكل طبيعي، ولازم تفكر هتواجه اهل البلد كيف. تفتكر هيغيروا رايهم او اتفاجاتهم مهما حصل يا سيف؟ ما افتكرش. انا مش خابر اعمل ايه، ومش خابر والده انجي رفضاني ليه من الاساس من غير سبب. ولو فضلوا كلاتهم كده هتجوز انجي غصب عنيهم كلاتهم. انا ممكن اتجوز ساميه مهما حصل. اوعى تتهور، انا مش ههملك واصل. انا بس عندي شغلانه خطره اليمين دول، اول ما اخلصها هفوق لك، هنزل البلد اواجه ابوك ونقعدوا مع جدك ونحلوا المساله دي. ما تقلقش. المهم انا هنزل دلوقتي، هقابل مايسه وهطلع على الشغل. مش عاوز حاجه؟ خليها تسلم لي على انجي وتطمني عليها. طب ما تاجي معايا. لا روح انت. ماشي، اشوفك بالليل. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. ايوه طيب، مع السلامه. مع السلامه استاذ احمد. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا مدام علا؟ اهلا بيك. ايه الصدفه السعيده دي؟ ايوه اصل كنت بتغدى هنا في المطعم مع وفد من البرلمان التركي بيزور مصر لاول مره، ونازلين هنا في الاوتيل. اتفضل اتفضل. هو حضرتك عضو مجلس الشعب؟ ايوه، أول دورة ليا. يبقى على كده بقى حضرتك هتنزل مصر كتير. لا، مصر دي ما أنا بنزلها من زمان وليا فيها ذكريات. أكيد ذكريات جميلة. يعني من ده على ده، ذكريات الدراسة والحب الأول وقصة جواز ما استمرتش. طب وليه ما استمرتش؟ والله ظروف وأسباب كتير، بس أنا ماليش يد فيها. المهم ان احنا في النهايه انفصلنا. وعندك اولاد من جوازك الاولاني؟ ايوه، عندي سيف ضابط في مباحث لوكسور، وندى اللي انت شفتيها معايا المره اللي فاتت تبقى بنتي من مراتي الثانيه، بنت عمي. بنت عمك. عشان كده دفعت عن وجهه نظرك في جواز القرايب. استاذ احمد اسمح لي اقول لك على حاجه. طبعا اتفضل. انا حاسه يعني، ومش عارفه اذا كان احساسي ده صح ولا غلط، بس تهيالي كده ندى مش سعيده في مشروع جوازها ده. لا لا، ازاي فجأة؟ دي سعيده جدا، وافقت على طول اول ما عرضنا عليها. يعني القرار مش قرارها؟ لا، ما انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت انه القرار كان من العيله كلها. العيله؟ ويا ترى بقى يا أستاذ أحمد، فشل جوازك الأولاني كان بسبب العيلة برضو؟ لا، ده كان قراري أنا وقرار مراتي. قررنا وانفصلنا، وانفصلنا وإحنا أصدقاء. هصدقك، ولو إني يعني حاسة إن أنت مش بتقول الصراحة. إنما المهم، أنت سعيد في جوازك التاني؟ صراحة مش عارف، كتير بسأل نفسي السؤال ده إنما ما لقيش إجابة، وأرجع أقول ما خلاص الحكاية خلصت. عندي ولد ظابط قد الدنيا، وعروسة كمان، وهم دول كل سعادتي. تسمح لي أقول لك إنك غلط. الإنسان لازم يدور على السعادة لآخر يوم في عمره، ولو كل واحد فكر زيك كده الحياة مش هتستمر، ولو استمرت مش هيبقى لها طعم. ايوه، بس في حاجات كتير بتحكم على الانسان،
في ظروف عائلية، في عادات، في التجاليد. أنا ما قلتلكش تعمل حاجة غلط أستاذ أحمد. أنا حاسة يعني إن أنت عايش من غير هدف شخصي، يعني حياتك كلها روتين زي القطر اللي لما بيطلع بيمشي على القضيب وعارف إنه في النهاية حيوصل لآخر الخط. بس أنا لو طلعت من على القضيب ده هعمل حادثة، وممكن يدفع تمنها ناس كتير معايا ملهمش ذنب. يبقى أنت مش فاهمني. لا والله فاهمك، وفاهمك كويس كمان، بس مش عارف أعمل إيه. كل اللي بقدر أعمله إني أدفن نفسي في الشغل، بشتغل يجي 20 ساعة في اليوم عشان أنسى اللي أنا فيه. حياتي لغيري، وعلى ما أجي أدور على نفسي يكون يومي خلص. أقول أحسن أحسن أهو يومي يجر يوم لحد ما تنتهي الأيام. مش عجباني نغمة التشاؤم اللي في صوتك دي. تقولي إيه بقى؟ قدرك ده، وعدنا في الصعيد بيقولوا المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. لا بقى يا أستاذ أحمد، في حاجات كتير جدا نقدر نكتبها بإيدينا ونشوفها بعينينا. يا سلام، تعرف إن كلامك له طعم حلو قوي وله تأثير كمان. علشان مصدقه ومش قادر أحققه، بس المهم إني استريحت لما سمعته منك. عن إذنك. تفضل. ألو، أهلا، إزاي حضرتك؟ طبعا فاكرة الميعاد، هكون جاهزة طبعا. أنا كويسة، اطمن أنا كويسة، مع السلامة. طيب أستأذن أنا يا مدام علا، واضح إن عندك ميعاد. هو أنا عندي ميعاد يعني، بس لسه بدري. معلش يعني عشان تلحقي تستعدي. بالإذن، مع السلامة. الله يسلمك. بس يا سامية، هو مش بقى خطيبي ولا ايه؟ عاوز اعرف يحب ايه، بيكره ايه. هيحب ايه يا فرح؟ هيحب ايه؟ ايوه، هيحب البط والملوخية. بط وملوخية ايه؟ وكمان هيحب محشي الكوسة. ما قصديش على البط والملوخية والكوسة والحاجات دي، قصدي ادهم ما كانش بيحب واحدة قبل كده؟ ولو بيحب واحدة تبقى مين؟ ما تخافيش، انا مش هزعل، انا بس عايز اعرف كل حاجه عن الرجل اللي هيبقى جوزي. انا ما عارفاش حاجه، ولو في حاجه كده ولا كده اهي راحت لحالها. قلبي حاسس انك عارفه حاجه ومخبيها. حاجه ايه؟ انا ما عارفاش حاجه. واصل اروح اعمل لك الشاي. ما عاوزه الشاي، تعالي قولي لي عارفه ايه ومخبيها. توعديني ما تقوليش الحديد ده لحد واصل. اوعدك. يعني أدهم خوي لفت عليه واحدة من بنات مصر وكانت عايزة تلف عقله وتتجوزه. لكن جدي عبد الجليل ردوا لعقله وقال له إن أنت زنت البنات وما هيتجوزش حد غيرك واصل. وأدهم قوله إيه؟ هيقول إيه يعني؟ هو يقدر يكسر كلمة لجدي عبد الجليل؟ أوعاكي تكوني زعلتي ولا تبقي عبيطة. ما زعلاش ولا حاجة، ده حديث وخلص ولا ايه؟ امال، بس وعاك تجيبي سيره الحديد ده قدام حد واصل، لا امك ولا ابوكي، لا تحصل مشكله كبيره والجوازه تتعجد. لا اطمن، اروح اعمل لك الشاي. سلامتك يا بابا، ايه اللي حصل؟ انا تعبان قوي يا ابني، احس ان المره دي هتكون المرة الأخرانية. سامحني، أنا السبب، أنا اللي وصلتك للي أنت فيه دلوقتي. ما تلومش نفسك يا ناجي، أنا السبب في اللي حصل لك يا ابني ده كله. حبيت نفسي زيادة عن اللزوم،
واتشغلت بشغلي وسبتك، سبتك واقف لوحدك، خدتش بالي منك خالص. وامك كمان كان المفروض ده تعوضك هي كمان عن غيابي عنك، لكن هي ما عملتش كده. انت انت اللي دفعت الثمن، ضعت ما بيني وما بينها. شو وقت الكلام ده يا شكري؟ بلاش عتاب دلوقتي، المهم دلوقتي انك تقوم لنا بالسلام. يا نيرة، احنا مش هنضحك على بعض. المهم دلوقتي يا حبيبي انك تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من امك، ربنا بقى يكرمك ان شاء الله وتتجوز وتخلف وتعمل اسرة. بس عاوزك تلم ولادك حواليك، ما تعملش زي ما العمل. فاهم راجل؟ فاهم يا بابا فاهم، بس ده كله مش هيكون له طعم وحضرتك مش موجود وسطنا. الحكاية دي يا ابني حصلت لي مرتين قبل كده وعدوا الحمد لله، لكن حاسس المرة دي هتكون المرة الأخرانية. ليش الكلام ده شكري؟ حرام عليك، توجع قلبي. يكون في علمكم أنا عشان أخلص ضميري قدام ربنا كتبت لك الشركة ليك لوحدك، وكل حاجة تانية كتبتها باسم أمك، والفلوس كل الفلوس اللي عندي كتبتها باسمك يا ابني. بس اللي هي طلب صغير عندك انك تصرفها بما يرضي الله يا ابني. خلاص يا بابا، على فكرة أنا بقيت واحد تاني خالص. نفسي كده ربنا يمد في عمرك وتقوم لنا بألف سلامة، ونفسي كده تحس إن ابنك ما بيكدبش عليك، نفسي تحس إن ناجي خلاص بقى إنسان جديد وعاوز يعوضك عن كل اللي راح. أنا عايز أمك هي اللي تحس بالكلام ده يا ابني. نيرة تاخدي ناجي وتروحي تحكه، بعد ما تخلص الحكة دي يا ابني تروح تحك لي، عشان انا عارف الدنيا خدتني ما كانش عندي وقت حك، عشان خاطر يا ابني تنفذ اللي بقولك عليه، عشان اقابل ربنا ولا مستعجل. ان شاء الله هتقوم بالسلامة، هنحج كلنا سوا يا شكري ان شاء الله. الحاج الدكتور يحكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
اتبعوا الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سامحني يا ابوي، سامحني يا ابوي، سامحني. اخصى عليك، معقول؟ معقول تكون بتفكر بالطريقة دي؟ انهي طريقة دي يا سيف اللي بفكر بيها؟ ما الكلام كله كان قدامك. أول ما أنت عرضت موضوع جوازك قدام جدك الفرحة ما كانت سايعاه وكان مبسوط جدا، لكن أنا أول ما عرضت موضوع جوازي كأني رميت عليه هموم الدنيا كلها وكان مكشر وزعل وغضب ورفض كمان. حظك كده يا أخي. لا يا سيف، الحكاية مش كده. أنا ساعات كنت بحس إن جدك بيفرق في المعاملة بيني وبينك. أوعى تقول الكلام ده تاني لازعل منك. جدك عمره ما فرق في المعاملة بيني وبينك من أيام ما كنا صغيرين لحد ما كبرنا سوا. حتى العيدية يا أخي كانت واحدة، الكسوة الصيفي والشتوي كانت بتبقى ألوانهم واحدة عشان محدش يزعل أو يغير من أخوه. لاني حسيت بيها سيف، جدك عامل حساب لأبوك، خايف يزعلك فأبوك يزعل، لكن أني لو زعلت ولا اتحركت بجاز وسخ، مين هيزعل من جدك ولا هيوقف له؟ يا خسارة، تفكيرك بالطريقة دي، يا خسارة يا أدهم، جدك لو عارف إن أنت بتفكر فيه بالطريقة دي ممكن يروح فيها، يا ابني خرج الكلام ده من نفوخك. انت اول واحد هتتعب منه. والله ما بقيت عارف انا بفكر في ايه ولا حاسس بايه. ساعات بحس ان انا لوحدي في الدنيا دي وماليش حد فيها خالص. ما تزعلش مني يا اخوي. لا انا زعلان يا ابني، لو الدنيا كلها اتخلت عنك انا بالذات ما اتخلاش عنك. اللي بينا اكتر من الاخوه يا ادهم. نهايته. تعال انا عازمك على اكله كباب هتنسيك الهم ده كله. انت قلت كباب يا سيف؟ ايوه امال. سيف انت الوحيد في الدنيا دي اللي بيوقف جنبي بجد. انت اخويا صح. كباب يا سيف. يلا يا سيف. احبابي احبابي دقوا
دموعك وللمشاوير.